عندهم حاجه اسمها هاي ارشيف بلد. يعني تفتح بوب البيبي ده تتفرج عليه تلاقي البلد عالي جدا والنزل كافيتي مضغوط والاورال كافيتي واسع والسنتين دول باسلين لقدام. الانسايزرز طالعين لقدام. ده معناه ان الاورال كافيتي بيوسع عشان يعوض النزل كافيتي. تمام؟ تاني جزء في الفارنكس اللي ورا الاورال فارنكس هيبقى اسمه بقى البرتقالي بقى اورال فارنكس سكند بارت اوف فارنكس. ده اللي ورا الاورال كافيتي ايه حدوده فوق وتحت. فوق لور بوردر اوف سوفت بلد تحته اور بوردر اوف ايبيجلوتس لسان المضمار اللي بيفتح الحنجره اثناء البلع باين. يبقى امتدادات الاورو فارنكس من السوفت بلد فوق الى الاور بوردر اوف ايبيجلوتس تحت. مين اللي وراه؟ البوستيريور مول عاملها مين؟ اكسس وثيرد سيرفايكال فيرتبري يعني ثاني وثالث سيرفايكال فيرتبري. احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان الانتيريور ارش بتاع الاطلس هو اللي ورا النيزو فارنكس يبقى اللي ورا الاورو فارنكس اكسس واللي بعدها اثنين وثلاثه. ومين الانتيريور مول بتاعته؟ اهو الثلث الاخير في اللسان اللي اسمه فارينجيال بارت اوف ذا تانج. انهي سيرفيس؟ دورسال سيرفيس ولا فنترال سيرفيس؟ دورسال سيرفيس اوف ذا تانج. يبقى انت كده عارف ايه حدود الاوروفارنكس. المهم بقى والمهم قوي اللاترال وول بتاعت النيزوفارنكس فيها حاجه مهمه. الكتاب بس نسي يقول لكم مين اللي عامل اللاترال وول اوف اوروفارنكس. يعني انا لو قشرت البطانه دي مين العضله اللي تبقى واقفه لي في الطريق؟ العضله اللي تبقى واقفه هنا سوبيريور كونستريكتور اوف فارنكس. يعني اللاترال وول اوف اوروفارنكس سوبيريور كونستريكتور ماسل اوف فارنكس. اه طبعا الكلام مظبوط. ليه بقى؟ لان هنا بالظبط موجود التريكويد هاملس وهنا في المندبل موجود مايو هايو لاين. يبقى لو في الحته دي تاني كومنديبولا جرافيك تبقى السوبيريور كونستريكتور هي اللي موجوده في المكان. يبقى اللي عامل اللاترال وول اوف اوروفارنكس سوبيريور كونستريكتور ماسل اوف فارنكس. هتشوف بنفسك الدليل دلوقتي. ايه اهم حاجه في اللاترال وول؟ الدايره اللي انت شايفها المدوره دي تاني لوزه بعد ديت بلاتاين تونسل. اللوزه بتاعت الصف بلاتاين تونسل اهم استراكشر في اللاترال وول اوف اورو فارنكس. دي بقى بتيجي سؤال لوحدها حتى الكتاب هتلاقي حاططها متقفل عليها مستطيل مهم لوحده كده في صفحه كامله بلاتاين تونسل. دي بقى بالذات كويس جدا جدا جدا. تاني حاجه مهمه في الفارنكس بعد المسلس والجابس. انا قلت لكم المره اللي فاتت عضلات البلعوم مهمه قوي الكونستريكتورز والفجوات اللي بينها. تاني موضوع مهم بعد الموضوع ده هو اللي هقوله دلوقتي اللوزه بلاتاين تونسل. طبعا في مقدمه مكتوبه في الصفحه الاولانيه انها موجوده في الفصه اللي اسمها تونسيلا الفصه لوندن كذا انا هقولها معاها هي بالمره وخلاص. نبدا بقى في شرح بلاتاين تونسل. هوريكم كذا صوره لها دلوقتي. ايه تعريف البلاتاين تونسل؟ كتله لمفاويه اكبر كتله لمفاويه في منطقه النيزا الكافي والاولى الكافي. دي اكبر واحده فيهم يعني اكبر حتى من الثلث الاخير في اللسان اكبر شويه من الموجوده في الثلث الاخير في اللسان. يقولوا عليها ايه؟ ماس اوف لمفاتيك تيشو موجوده في اللاترال وول بتاعت الاورو فارنكس اهي. هتلاقينا مسبقين في الكلام دلوقتي بنقول لك انها هي اللاترال باكس والداير رينج هي الجزء الخارجي في حلقه والداير. والداير ده واحد هو اللي وسط الرينج دي. هقول لكم انا هحكي البيت هتعرفوا بعد شويه ايه هي الداير رينج. هي رينج بتبدا من ميزو فارنجيا تورس فوق وتنتهي باللينجوا تورس تحت ويقف فيها يمين وشمال بلاتاين تورس. دول الاساس نيزو فارنجيا تورس ورا الانف ولينجوا تورس في اخر اللسان وبلاتاين تورس ورا ضرس العقل اليمين وبلاتاين تورس ورا ضرس العقل الشمال وصلهم بالليمفاتيك رينج تبقى اسمها والداير رينج. هي الجزء الخارجي في والداير رينج. ده مبدئيا على ما اشرح دلوقتي ايه هي والداير رينج. لما ايه هي البلاتاين تورس؟ ماسف لمفاتيك تيشو في اللاترال بارت اوف والداير رينج الجزء الخارجي من حلقه والداير. عايزين مكاننا فين والريليشنز بتاعتها ايه والبلاد سبلاي بتاعها وده مهم خالص. عادي في سؤال واحد قصير كده بس بلاد سبلاي بلاتاين تورس مكانها فين؟ انت لسه قايل هي في اللاترال وول بتاعت الاورو فارنكس في الجدار الخارجي للاورو فارنكس محفور لها حفره باسمها لاينج ان ادبريشن كول تونسيلر فوسا. ايه بقى تونسيلر فوسا؟ الحته المثلثه اللي انت شايفها هنا بين حاجتين. ها شايف؟ هي دي وهي دي في اللاترال وول اوف اورو فارنكس في تريانجولر فوسا تريانجولر ديبريشن اسمها تونسيلر فوسا باوند بايه قدام وباوند بايه ورا.
بتاعتها، مين فوقها ومين تحتها ومين قدامها ومين وراها ومين ديالي ولاترا. أرى مين اللي هيتقطر البلدان تنزل سوفت بلد، هي اتسمت على كده على ان فوقها سوفت بلد فبقت بلدان تنزل according to its name bound by سوفت بلد related above to سوفت بلد. طب related below دورسا كومبوستيري وانفير وفقا ظهروا التلت الاخير في اللسان، يعني هي ممدودة من البوستيريور مانفيرد اوف ذا تانج الى سوفت بلد. انتيريور ريليشن بوستيريور ريليشن قلناها من شويه. امامها بلاتو جروس الارش، وراها بلاتو فارنج الارش، وجوه كل ارش العضله اللي بتسمه بلاتو جروسس وبلاتو فارنجس. فاضل بقى ميديال ريليشن لاترال ريليشن. ميديالي هتبقى باصه على الاوروفاركس، يقولوا لها فري سوبرفيشال سيرفيس، مفيش حاجه عليه. فري سوبرفيشال ميديال سيرفيس، الناس شايفه متكرر ازاي؟ الخروم دي عددهم من 12 ل 15، دول ايه دول؟ هتعرفوا في الهيستولوجي انه الابيثيريوم اللي حطها بيعمل ديمنج، يعني ايه ديمنج؟ بيغطس جواها 12 الى 15 مره، وكل غطسه اسمها كريبت. اوبنينجز اوف تونسيلر كريبتس ذات ديب انتو بلاتاين تونسيلر. ودول متبطنين باستراتيفايد سكويمس ايبيثيريوم زي بتاع الدولار كافيتي العادي. في واحده منهم بتبقى اكبر من زمايلهم فوق خالص، بيقولوا عليها كريبتا ماجنا. قال احنا مش معلقين عليها، هتسمعوا الكلام ده في الهيستولوجي احسن. يبقى هتقول لي الفري سوبرفيشال سيرفيس كفر باي اورال جلوكوزا، ده ما قالش الحكايه دي، انما شوز 12 الى 15 12 to 15 اوبننجز اوف تونسيلر كريبتس ذات ديب انتو بلاتاين تونس. طب فاضل لك لاترال سيرفيس سطح براني، اه ده مهم خالص بقى. احنا لو شلنا اللوزه من مكانها هنلاقي عليها كبسوله بيضاء من الناحيه الثانيه. يعني اللاترال سيرفيس كفرد باي فايبرس كبسول، الميديال سيرفيس نوت كفرد باي فايبرس كبسول. في ناس تقول هيمي كبسول، نص كبسوله. يعني الناس اللي هتشيل البلدان توصل من مكانها وهي بتشيلها هتلاقي السطح اللي كان باصص على بره المستخبي بتغطي بحاجه بيضاء، قشره بيضاء. فايبرس كبسول. طبعا مين بره الفايبرس كبسول قبل ما اوريك الصوره؟ متخيل ان انا لو شلتها هيبقى جنبها ايه على طول؟ سوبيريور كونستريكتور اوفيرس. لا خدتوا حاجه بقى في المره اللي فاتت، انا قلت للشباب ان السوبيريور كونستريكتور متبطنه من جوه فاشيه واصله لحد قاع الجمجمه اسمها فارينجو بازيلر فاشيه. فارينجو بازيلر فاشيه زائد السوبيريور كونستريكتور الاثنين على بعض اسمهم تونسيلر بيت. بيت اوف بلاتاين تونس، سرير البلاتاين تونس معمول بحاجتين، الكبسوله مش من البيت، الكبسوله من التونس. فاهمين؟ اللاترال سيرفيس عليه فايبرس كبسول بارت اوف ذا تونس، انما بره الفايبرس كبسول في عضله وفاشيه. الفاشيه فارينجو بازل الفاشيه والعضله سوبيريور كونستريكتور. شوفوا بقى الصوره ديت، احنا كده عاملين ايه؟ صوره بلد ويوم الى اهو، وتلت اللسان الاخير اهي. تبقى مين البنفسجيه ديت؟ هي البلاتاين تونس عليها كبسوله اهي، شايف؟ هي دي الفايبرس كبسول او الهيمي كبسول. بعد كده في فاشيه وعضله، العضله البومي دي السوبيريور كونستريكتور ماسل اوف فاركس، والفاشيه اللي مقطعها من جوه العضله البومي دي السوبيريور كونستريكتور ماسل اوف فاركس، والفاشيه اللي مقطعها من جوه فارينجو بازيلار فاشيه، والفاشيه اللي بره دي ايه؟ باكتو فارينجيال فاشيه. الفرينجو بدل الفاشيه الجزء الازرق ده فين، والفاشيه اللي وراها على طول الفرينجو بدل الفاشيه والعضله اهي سوبيريور كونستريكتور ماسل فارينكس اهي. هقول ايه فين ده دلوقتي؟ سيبكم من الازرق ده، ده فين اسمه بارا تونسيلر فين، هقوله دلوقتي. يعني مشكله لحد دلوقتي؟ يبقى ايه اللي عامل السرير اللي نايمه فيه التونسيل؟ عضله وفاشيه، العضله سوبيريور كونستريكتور ماسل فارينكس، خط الفاشيه اللي بطلها من جوه ده فرينجو بدل فاشل. كده ما فيهاش مشكله. الريليشنز دي مهمه. الريليشنز بتاعت البلاتاين تونسل مهمه. هتراجع تاني تقول لي مين فوقها ومين تحتها؟ فوقها شفت بلد، تحتها دورسا وبوستيريو سيرتو بتاع، قدامها قرش وراها قرش، هترجع لي دي تاني. قدامها بلات بلوس القرش وبلات بلوس ماسل، وراها بلات فرنجي القرش وبلات فرنجي ماسل. الميديال سيرفيس فري كفر سترانسفايد سكويمس ايبيثيليا بتاع الاورال كافيتي، في 12 ل 15 اوبننجز بتوع تونسيلر
ترانسيت استوعبت الكبسول اسمها هيمي كبسول اوف ترانسيت مرها في عضله وفاشيه فريق وبازيلا فاشيه وعضله السوبيريور كونستريكتور ماسل اوف فاشيه. طبعا ضربه السوبيريور كونستريكتور في فاشيه بطو فارينجيا فاشيه وبعد كده الشرايين اللي موجوده في النجم. الحته بتاعت الشرايين اهم ما يكون، ايه الشرايين اللي هتبقى بره البلاتاين تونس؟ يعني لو طلعت بره السوبيريور كونستريكت وبره البطو فارينجيا فاشيه هلاقي اربع شرايين ووريد. مين الاربع شرايين ومين الوريد؟ يمكن في صوره للشرايين ماشي. اذا كانت دي السوبيريور كونستريكتور يا شباب صح؟ اللي طالعه من الدرج ومانديكولار رافي سوبيريور كونستريكتور. عايز الشريانين دول يطلعوا ايه؟ والشريان ده يطلع ايه؟ الشريانين دول الناس شايفه ده؟ طبعا الناس عارفه ان ده مفيش يال ارتري ولا لا؟ ما دام بيلف على لور بوردر اوف ماندبل يبقى ده مش يال ارتري. مش يال ارتري بيدي الشريان يطلع لحد السوبيريور كونستريكتور ما تخلص ويدخل للسوفت باك. هيقولوا اسندنج بلاتاين ارتري ده طالع من الفيش يال ارتري. اسندنج بلاتاين ارتري لاترال ريليشن البلاتاين تونس. يعني تخيل البلاتاين تونس جوه مكان ما تقولش شاور كده. يبقى الاسندنج بلاتاين ارتري لاترال ريليشن تو بلاتاين تونس وبيديها برانش من خلال السوبيريور كونستريكتور ومن فوق السوبيريور كونستريكتور. يعني ده هيبقى واحد من البلاد سبلاي بتاع البلاتاين تونس. اسندنج بلاتاين ارتري. المال الثاني بقى اللي طالع جوه ده ماشي طول الطريق لحد قاع الجمجمه ويبعت فرع التونس اللي هو كمان اسندنج فارينجيال ارت. يعني الاسندنج بلاتاين والاسندنج فارينجيال الاثنين لاترال تو بلاتاين تونس. في واحد اهم من الاثنين ده احنا قطعناه بس هو كان مكمل كده انترنال كاروتيد ارت. مكانه فين؟ بعيد شويه عن التونس. لا ترى صحيح بس بعيد بينهم من بعض 25 مللي 1 انش 2.5 سم. لا ترى اللي بتنصب وراها شويه يعني تخيل التونسل في المنطقه دي هو اوسترو لاترال يعني ريليتد بيهايند اند لاترالي تو بلاتاين تونسل بينهم من بعض 1 انش. يمكن هو اهم لاترال ريليشن للبلاتاين تونسل. ساعات اللي يجي يشيل اللوزه اللوزه بتشال من جوه من الاورال كافيتي بيفتح الاورال كافيتي لاخره ويتحطوها بمعلقه كده هتشوفوها في انف اذن وحنجره في معلقه مخصوصه سبون بيتشال بيها البلاتاين تونس. اللي مش كبير قوي في الموضوع او بيعملها اول مره ومتوتر وكلام زي كده ساعات وهو بيشيل البلاتاين تونس من جوه بالمعلقه بيكحت السوبيريور كونستريكتور معاه. السوبيريور كونستريكتور نحيفه جدا فيري ثين ماسك كارتج اوف بلاتاين تونس ميد بيرفوريت سوبيريور كونستريكتور ماسل اوف فارس. يعني ساعات يبقى اللي بيعمل العمليه ايده عنيفه شويه يروح جاي باللوزه جاب معاه حته من العضله قطع عضله السوبيريور كونستريكتور. طبعا لو هو عدى حدوده شويه هيفول طبعا الشريانين دول هيتقطعوا الاسنان البلاتاين والاسنان الفرنجيال هيتقطعوا. انما المشكله الكبيره انه جايز يطول الانترنال كاروتيد ارتري. دي مميته دي تكنيك. يعني اذا قطع الانترنال كاروتيد ارتري فيتال هيموريج هيموت بنزيف ملوش حد. تمام؟ فيعني ما تنسونيش ريليشنز الانترنال كاروتيد ارتري بالذات ده ما حدش ينساه. طبعا الاسندنج فارينجيال موجود ولو الكتاب مش كاتب والاسندنج بلاتاين موجود والانترنال كاروتيد ارتري موجود والفيشيال ارتري موجود. دول الاربع شرايين اللي بره البلاتاين تونسل. اسندنج فارينجيال اسندنج بلاتاين فيشيال اللي بعد الاسندنج بلاتاين والانترنال كاروتيد ارتري. خلاص؟ فاضل وريد واحد بس. الفروع اللي جايه منهم انا ما بيطلعهمش هم. الفروع اللي جايه جزء منهم اللي هوريها لكم دلوقتي. ما بيطلعش الشريان الرئيسي. الفين اللي اسمه بارا تونسيلر فين؟ الوريد اللي بره الجوزه بارا تونسيلر فين؟ هنشوف دلوقتي ان هو معمول في بيتس خارجه من جوه البلاتاين تونسل وبيتجمعوا ويعملوا وريد واحد بره. تمام؟ يبقى ايه الفيسلز اللي لاترال تو بلاتاين تونسل؟ اربع شرايين ووريد. الوريد بارا تونسيلر فين؟ انما الشرايين اسندنج فارينجيال واسندنج بلاتاين واللي جاي الاسندنج بلاتاين فيشيال ارتري وانترنال كاروتيد ارتري على بعد بوصه من البلاتاين تونس اللي ورا. تمام؟ فينس درينج الاورده اللي بتخرج من البلاتاين تونس بتكونكت انتو بارا تونسيلر فين بيتجمعوا فيما يسمى بارا تونسيلر فين بعد الكبسوله مباشره. يعني الاورده دي لازم تخترق
سوبيريور كونستريكتور ماسل اوف فارنكس. ويا اما يفضل في الفينس العفارنكس من بره اللي اسمهم فارينجيال فينس، يا اما يروحوا للفيشيال فين مباشره من غير ما يعدوا على الفارينجيال فريكسس اوف فينس. يبقى عندهم يمين الفينس رينج والبلاتاين توكسيك في 2 او 3 فينس يطلعوا منها مع الشرايين ويعملوا باراتونسيلر فين، والباراتونسيلر فين يا اما ينتهي في الفارينجيال فليكسس اوف فينس العفارنكس من بره يا اما ينتهي في الفيشيال فين. طبعا لو سالنا الشباب مين النيرف سبلاي بتاعها؟ مين النيرف سبلاي بتاع البلاتاين توكسيك؟ هي تبع الاوروفارنكس مع التلت الاخير للسان. مين عصب التلت الاخير في اللسان؟ جروسو فارينجيال نير. بتحس بالجروسو فارينجيال نير. فاكرين اليوم ما شرحت الجروسو فارينجيال قلت اخر فروعه بلاتاين اند تونسيلر برانشز للبلاتاين تونسيل والسوفت بلت. بلاتاين تونسيلر برانشز والجروسو فارينجيال نير. في واحد انتوا ناسيينه. في واحد قديم شويه هتشوف صوره ليه دلوقتي. فاكرين ده اهو اللي جاي من السوفت بلت الصغير ده. ليس بلاتاين ده جروسو فارينجيال يا شباب اهو، جروسو فارينجيال رايح للدرس الاخير في اللسان. انتوا لو عارفين الصوره دي متاخده ازاي ولا لا؟ ده منظر جانبي للسان والهيبيجلوفيس اهو، وده الفارنكس. شايفين؟ سوبيريور كونستريكتور، ميدل كونستريكتور، في تحت انفيريور كونستريكتور. ادي اللوزه شالها من مكانها، هي كانت ماليه المكان ده وهو رفعها، فاهمين؟ ديت كانت نايمه تحت وهو اللي رفعها فوق. حد شال اللوزه من مكانها وقلبها لفوق عشان يوريك ايه تحتها. يعني اللي انت شايفه ده دلوقتي لسه تمثيل لربنا. يعني الناس واخده بالها ان دي بلات البروسس اللي رايحه للسان، ودي بلات الفارنجس اللي رايحه للبلعوم، والمكان اللي بينهم ده هو تمثيل لربنا. ودي اللوزه كانت نايمه هنا ورفعها، لقيت تحتها جروسو فارنجيال نير بعد فرعين اهو. وفوقها لسه البلاتاين نير اللي جاي من السوفت بلد. حد فاكر بقى لسه البلاتاين ده كان جاي من زمان؟ سبينو بلاتاين جانجليون ماكسيلاري نيرف. سبينو بلاتاين جانجليون فروع من الماكسيلاري نيرف. يبقى مين اللي بيسال البلاتاين توكس تحس؟ جروسو فارينجيال نيرف بالتونسيلا برانشز والبلاتاين برانشز ولسه البلاتاين نيرف اللي جاي من سبينو بلاتاين جانجليون. شوف بقى الشرايين هنا اهي اللوزه اهي قدامها بلات جروسا ارش وراها بلات فارينجيال ارش. شايفين الفروع اللي جايه لها يا شباب؟ حد عارف ايه ده؟ اللي بيعمل بند فوق السبمنديبولار جلاند وبعد كده يلف على المنديبول ويطلع فيشيال ارض هيبعت لها اسندنج بلاتاين ارض. طب مين يقول لي ايه ده؟ ماكسيلاري ارض احد تو تيرمينال برانشز في الاكسترنال كارد ارض. كان هو بيدي جريتر بلاتاين وجريتر بلاتاين بيدي ليسر بلاتاين ارض. يعني واصل اللوزه ليسر بلاتاين ارتري من الجريتر بلاتاين ارتري بتاع الماكسيلاري ارت. تمام؟ ماشي. برضه شايف؟ في فينس بتطلع منها تدخل السبير كونستريكتور وتطلع لبره، الانطول اللي هيعملوا براها ما يسمى باتونسيلر فين. الفينس اللي بتطلع منها بتكرم عضله السبير كونستريكتور والبارنكس اللي هي ديت، وبراها يتلموا فريق طويل اسمه باتونسيلر فين. اخر حاجه تقولوا لي بس الليمفاتيك درينج بتاعها، انا جايب دي عشان حاجه ثانيه يا شباب. شايفين؟ ده الجريتر بلاتاين نيرف وده الليسر بلاتاين نيرف الرفيع ده رايح للبلاتاين كونس لو زي ما شايفين الليسر بلاتاين نيرف. وبرضه الشريان اللي جنبه ده ايه؟ الليسر بلاتاين ارتري من جريتر بلاتاين ارتري، الليسر بلاتاين فرع من الجريتر بلاتاين، والجريتر بلاتاين فرع من السيرد بارت اوف ماكسيلاري ارتري. يعني ده بلس سبلاي وده سبلاي اوف بلاتاين تونس. طب لو هي هتبعت لغده لمفاويه يبقى اسمها ايه الغده لمفاويه؟ احنا عندنا هنا الديب سيرفايكال لينف نودز مقسومين ابر جروب ولور جروب. اكبر واحده في الابر عند الدايجستيك واكبر واحده في اللور عند الهومو مايويد. كان اسمهم ايه لو غدتين؟ جاكلو دايجستيك.
نيرف سقاي وبلاد سقاي والليمفاتيك درينج، بلاتاين تونسل مهمه قوي قوي. في الاخر يعني احنا في الفارنكس اللي بيجي نظري هم دول المسلز والجاز والبلاتاين تونس. طبعا هيبقى اخر جزء معاك برضه الصوره دي بتوريكوا ايه؟ هذه الجريتا والبلاتاين نيرف بتاع الارض بلد، وادي لسه البلاتاين بتاع سوق بلد والبلاتاين تونس. كل ده عشان افكرك ان اللوزه بتحس باللسه بلاتاين نيرف اللي طالع من السبين وبلاتاين جانجليون بتاعه الماكسيلاري. والله يا رينج حلقه ايه؟ والله يا رينج تطلع ايه حلقه والله يا رينج؟ بس نقول كلمه بسيطه على رينج وفارنكس، هو سطرين يعني ما فيهوش كلام خالص يعني ما هوش محل سؤال اساسا كده بس ماشي. ها ايه تعريف الرينج وفارنكس؟ لور موست بارت اوف ذا فارنكس بيهايند كافيتي اوف لارنكس اللي ورا الكافيتي بتاع اللارنكس. تعرفوا لي بس عنه حاجه واحده، في اللاترال وول بتاعه فيه فراغ. انا فاهمها لكم قبل كده، هرجع الصورة قديمة شوية. الشباب لو شايفين الاسبيريو كونستريكتور مصر والفارنكس الجزئين بتوعها اهو، مش هي كانت طالعة من الاوبليك لاين؟ يبقى ما خلف الاوبليك لاين من الحنجرة جوه الفارنكس ولا لا؟ في جزء من اللارنكس جوه الفارنكس، ما بعد الاوبليك لاين جوه الفارنكس. هتبقى هي عاملة زي الكتاب المفتوح كده، ده انا بتكلم على السيرويد كارتنج، عامل كده. والانفيريور كونستريكتور هتبدا من هنا، يبقى الصباعين دول جوه الفارنكس. فاهمين قصدي؟ كتاب مفتوح اسمه ثايرويد كارتج. قبل حرف الكتاب الخلفي ما يجي في عضله حمراء بتطلع منه. فجزء من الكتاب جوه الفارنكس. بطانه اللارنكس بتخرج تبطن هذا الجزء وترجع تاني. بطانه الحنجره بعد ما بتخلص بتخرج لبره الاول، تبطن الانفيريور كونستريكتور وترجع مكانها تاني. الحته اللي دخلت بره دي اسمها بايري فور فصه. يعني بطانه الحنجره اللي بترجع للفارنكس تبطن الحته اللي موجوده من الفارنكس جنب اللارنكس اسمها بايري فور فصه. برضه لو مش متخيلها دلوقتي هتتقال مع اللارنكس. هتشوفها في صوره مع اللارنكس. المهم ممكن تكون هنا. بص يا ولاد. بطانه الحنجره لما هتخرج من هنا هتدخل الخندق ده الاول قبل ما ترجع تبطن العضلات. في فراغ هنا، الصورة من ورا، الصورة من ورا، بطانة اللارنكس، ميوكوزا اوف لارنكس، هتكرب على الفولدر ده وتبطن السوبيريور كونستريكت، اسف السوبيريور كونستريكت بالشكل ده. التجويفة اللي هنا دي والتجويفة اللي هنا دي اسمها بايري فورم فصة، شبه الكوميتراية، ضيقة من فوق وعريضة من تحت. بايري فورم فصة، تاني سايلنت اريا للسرطان. أنا قلت لكم قبل كده سايلنت اريا اسمها فارينجا ريسيس. دي تاني سايلنت اريا للسرطانات اللي اسمها بايري فورم فصه، يمين وشمال مدخل الحنجره، على كل ناحيه من مدخل الحنجره او لارينجيان انلت. اخر جزئيه معانا ودي تنفع سؤال صغير. والداير رينج حلقه والداير. ايه والداير رينج؟ ده مدخل الاورا الكافيتي ومدخل الجهاز التنفسي نفس الوقت، صح؟ لأن الفارنكس كان جزء ريسبيراتوري وجزء دايجستيف. طبعًا الأكل والهواء فيهم كميات مهولة من البكتيريات. سواء كان الهواء اللي بنتنفسه من الشارع ده أو الأكل اللي بيتاكل من بره، الاثنين فيهم بكتيريات. البكتيريات دي هتقابل مين أول ما تدخل جسم البني آدمين؟ الفارنكس. يعني أول حتة هتقابل بكتيريا في جسم البني آدمين من بره مع الأكل والنفس هي الفارنكس. على وجه التحديد النيزو فارنكس عند الاوستيكيان تيوب الهواء بيدخل الانبوبه ومنها للميدل ايد. فلو كان داخل ومعاه بكتيريا يحصل التهاب في الاذن الوسطى. يعني اصبحت فتحه مناخ ستاكيوس نقطه حرجه، ممكن لو عداها الهواء بكتيريا يعمل التهاب في الاذن الوسطى، لازم تكون في ليمف نود هنا. لما بيقشروا بطانه الاوستيكيان تيوب بيلاقوا تحتها كوليكشن في الفويد تيشو اسمه تيوبال تونسل. لوزت انبوبه بستاكيوس. تيوبال تونسل موجوده جوه التيوبال اليريشن دي اول واحده. فقره على طول شرحنا النهارده النيزو فارينجيال تونسل وان كان يعني عند سن 6 ل 7 سنين بتختفي. بعدها في الثلث الاخير في اللسان في لينجوال تونسل وفي جنب الاوروفارنكس موجوده البلاتاين تونسل. لو هتتفرج عليهم من قدام هيطلعوا كده. يعني واحد فاتح بقه من قدام هيطلع المنظر كده. نيزو فارينجيال تونسل فوق ولينجوال تونسل في اخر اللسان تحت، وبلاتاين تونسل يمين وشمال، وتيوبال تونسل على اوستيكا تيوب اليمين والشمال. اسم الرنج دي كلها حلقه وول دايركت.
الجهاز الهضمي ودخول الجهاز التنفسي. انترانس مدخل دايجستيف اند ريسبيراتوري تراكت. مين مكوناتها؟ سوبيريورلي انفيريورلي لاترالي. سوبيريورلي نيزو فارينجال تونسل عن جنكشن اوف روف وبوستيريور روف نيزو فارينجال. انفيريورلي لينجوال تونسل في البوستيريور لانسيرت اوف ذا تانج. لاترالي فوق يوبال تونسل وتحت بلاتاين تونسل. هي دي مول داير تريك. دي ممكن تيجي سؤال واحد. عرفت ان نيرف سبلاي اوف فاركس بلس سبلاي هم نفس الشرايين بتوع البلاتاين تونسل يا شباب، يعني هترجع تقول لي اسندنج فارينجال ارتري واسندنج بلاتاين ارتري مش الارتري وهكذا. انما في النيرف سبلاي قلناها قبل كده كل المصر اوف فاركس شغالين من شبكه اسمها فارينجيال بليس بتاعت الكرينيال روت اكسسوري الا عضلات اللي جايه من ستايلويد بروسس للفاركس. ستايلو فارينجيال كان شغاله بالبروسو فارينجيال نت. طب مين السنسوري بتاع الفاركس؟ دي مهمه قوي. مين السنسور بتاع النيزوفاركس؟ مين السنسور بتاع الاوروفاركس؟ مين السنسور بتاع الاريكوفاركس؟ السنسور بتاع النيزوفاركس عدى عليكم زمان في درس سبينو بلاتاين جانجليون. الفارنجيال برانش بتاع سبينو بلاتاين جانجليون هو اللي بيمثل النيزوفاركس. طب ومين اللي يمثل الاوروفاركس؟ مين يدي احساس بالاوروفاركس؟ الاوروفاركس بتاع الستيريو مانسيرتو بلاتاين جلوسو فارنجيال نيرف فارنجيال برانش جلوسو فارنجيال. طب ومين يدي لارينجوفاركس احساس؟ العصب نهايته للحن جرى انترنال لارينجيال نيرف اوفليكس. يبقى تاني كده مين يدي نيزوفارينكس احساس؟ سبينو بلاتاين الفارنجيال بتاع سبينو بلاتاين جاني. مين يدي الاوروفارينكس احساس؟ الفارنجيال بتاع جلوس الفارنجيال نيرف. مين يدي لارينجوفارينكس احساس؟ العصب الداخلي للحن جرى انترنال لارينجيال نيرف. تمام؟ بلاد سباي هو انما عايز اقول حاجه بقى عشان هتسمعوها في قلب اذن يا شباب. بصوا كده شايفين الاسندنج بلاتاين ده الفرع اللي جاي من الفيشل عشان يخش للو ده عند الواحد من الفيشل بعيدا عن الاسندنج بلاتاين ايه ده طالع مخصوص للو ده هنا. الشريان دلوقتي بيفرم انهي عضله؟ بيفرم السوبيريور كونستريكتور ويدخل جوه يسباي التونسل. المين ارتيريال سباي بلاتاين تونسل فيشل عشان لو جت في الاكس كيو المين ارتيريال سبلاي تو بلاتاين تونسل فيشيال ارت تونسيلا برانش فيشيال ارت. في كلمه مهمه خالص هو بيدخل من السوبيريور كونستريكتور ويدخل للوزر. يعني لو هتفرج في البيت ها شايفين اهو الفرع الكبير اللي دخل جوه المتعرض ده هو ده اللي جاي من فيشيال ارت وممكن يكون اثنين كمان اهو هم دول. هو طبعا اللوزر اتشالت من المكان صح؟ ده بلاته بص الارش وده بلاته فرنجل يبقى اللوزه كانت في المثلث ده. بيعملوا ايه بقى لما يجوا يشيلوا اللوزه؟ ما يقطعهاش. لا يسلكها بس وبعدين يشد اللوزه بايده شويه ويعدي وراها يربط فروع الفيشيال ارض الاول قبل ما يشيل اللوزه. ليه؟ لو شال اللوزه وساب الشريانين دول مقطوعين هيريتراكت يعني هيسحبوا نفسهم من الخرمين ويبقوا بره في الرقبه ويفضل ينزف في رقبته ومحدش عارف يتحكم في النزيف. فلازم اول حاجه يعملها قبل ما يشيل اللوزه يربط التونسيلا برانشز. يو هاف تو ليجيت ذا تونسيلا برانشز بيفور ريموفينج ذا تونسيل. التونسيلا برانشز بتاع فيشال ارتري لو سحبوا نفسهم من الخرمين بتوعهم مش هتعرف تجيبهم تاني وهيفضل النزيف يدخل للسوركس لحد ما يبقى منطقه السوركس. بيقولوا مات في عملية الليواز بهايبوتنشن. مات ازاي في عملية الليواز بهايبوتنشن؟ غلطوا الغلطة ديت. نسيوا الشريان الرئيسي أو الشريانين اللي جايين من الفشل الأرتري واحد أو الاثنين مفتوحين وفضل ينزف في الرقبة. طبعًا بالذات بعد العملية الباراسمباثيتيك تون هو اللي بيعلى شوية. فهيبدأ الشرايين توسع وتجيب دم أكتر ويموت وهو نايم ومحدش داري بيه أثناء التحليل. أهي دي الغلطة اللي بتحصل لما دكتور الأنف والأذن يتسبب في وفاة عملية ليواز. ايوه انه ساب التونسيلا برانش بتاع الفيشيال ارتري مره ما تفهمش وقطع اللوزه وهم سحبوا نفسهم بره وفضلوا ينزلوا في النك الى السلوكس. في بعد كده عندكم في الكتاب طبعا لمفاتيك درينج سيبوا دلوقتي لان هو في الترتيب المحاضره اللي بعد اللي جايه. احنا هندخل دلوقتي نيزل جاف. في عندكم النوز فيها مقطنه بتاعت الاكسترنال نوز مش عايزين احنا ندخل على طول نيزل كافيتي يعني الجزء الفوقاني في الصفحه ده مالكش دعوه ادخلي على نيزل كافيتي على طول. بص بقى بص يا ولاد لو انا دخلت نيزل كافيتي على اي واحد ولا اثنين؟ في تو
نيزل كافيتس ومنهم حاجز اسمه نيزل سيجنال. كل نيزل كافيتس ليه انتيريور اوبننج وليه بوستيريور اوبننج. الانتيريور اوبننج دي فتح على الفيس صح؟ ليها اسامي ثانيه لازم تعرفها. احنا بنقول عايز نعرف انتيريور نيزل اوبننج، انتيريور نيزل ابيرشر، انتيريور نيرس، ان اي ار اي اس. لو اي اس يبقى واحده، لو اي اس يبقى اثنين. احنا في اللاتيني اللي ينتهي اي اس يتجمع اي اس. زي ما نقول اكسس، اكسيس، فيستس، فيستيس، نيرس، نيريس وهكذا. اللي قدامي اسمه انتيريور نيرس، اللي ورا اسمه بوستيريور نيرس. ساعات في اسم تاني دي نوستريل، وده اللي ماشي اكتر. نوستريل يعني الانتيريور نيزال اوبننج هي نوستريل. بس تعرفوا لي الاسامي دي وخلاص. يبقى هتقول لي كل نيزل كانت يمين او شمال بيفتح على الفيس بفتحه اسمها انتيريور نيزل افنشر، انتيريور نيرس او نوستريل. طب والفتحه الخلفيه اللي باينه ورا ديت بوستيريور نيزل اوبننج، بوستيريور نيزل افنشر، بوستيريور نيرس، بس مش نوستريل. وانا وانا انتوا هيعدي عليكم في النص، وانا ودونكا ما دخلهمش في بعض. وانا بوستيريور نيزل اوبننج، كوانا بوستيريور نيزل اوبننج. لما تكون كده هتيجي دلوقتي. خلاص يا ولاد؟ برضه دي معلومه كده للشباب يعرفوها، ما مش هنسال الشباب على ايه اجزاء النيزل كافيتي وفاتح ازاي قدام وفاتح ازاي ورا، بس لازم تتعرف. حالتكم في المورس بقى، كل نيزل كافيتي ليه سقف روف وليه ارضيه فلور وليه ميديا مول جوه هي الحاجز الانفي وليه لاترال مول بره ادي. هندخل في وصفهم واحد واحد دلوقتي. الاول روف وفلور ونيزل كافيتي، سقف وارضيه النيزل كافيتي. سقف النيزل كافيتي معمول من ثلاث اجزاء، يقول انتيريور سلومينج بارت وبوستيريور سلومينج بارت وميدل هوريزونتال بارت. يعني ايه سلومينج؟ منحدر. هي انتيريور سلومينج بارت بوستيريور سلومينج بارت ميدل هوريزونتال بارت، انما الفلور كله هوريزونتال. تعالوا بقى قولوا لي مين اللي عمل الانتيريور سلومينج بارت؟ فرونتال بون ونيزل بوم، عظمه الانف والعظمه الجافيه بالهواء اللي فيها. طب ومين اللي عامل الميدل بارت؟ سقف الانف اللي بيتخرج، شايفين القرون ديت؟ سيف لايت، يعني ايه سيف لايت؟ شبه المنخل او الغربال. سيف لايت، جريبروس في اللاتيني منخل او غربال، بيقولوا ايه؟ جريبري فورم بليت اوف ايت موي. جريبري فورم بليت بعظمه الايت موي، العظمه الغرباليه اللي في سقف المناخير، اللي شايله البرين. مين البوستيريور سلوبينج بارت؟ عظمة السفينويد اللي شايلة البيوتري جلاند وجواها ساينس اسمها سفينويد الاير ساينس، وفي خرم في البول ده في السقف يؤدي إلى النيزل كافيتي. يبقى مين اللي عامل الروف بتاع النيزل كافيتي؟ انتيريور سلوبينج فرونتال ونيزل، بوستيريور سلوبينج سفينويد والفتحة بتاعت السفينويد الاير ساينس، ميدل هوريزونتال الغربال، كريبري فورم بليت اوف ايت مويد. مين اللي عامل الفلور؟ هارد بلد. بس هارد بلد جزء ايه؟ ثلاث ارباع وربع. مين اللي عامل الثلاث ارباع اللي قدام ومين اللي عامل الربع اللي ورا؟ الثلاث ارباع اللي قدام البلاتاين بروسس اوف ماكسيلا، عظمة ماكسيلا اللي شايله السنان في لها بروزه في البلد اسمها بلاتاين بروسس اوف ماكسيلا. امال مين اللي ورا دي اللي واقفه بالطول ديت؟ شايفين ديت؟ طبعا ده الميديا تريجويد بليت وتريجويد هاند بس مالكش دعوه بيه. اللي قدامه على طول دي العظمه اللي بتقفل البلد في الاخر بلاتاين بوم، لها البنديكولار بليت مالكش دعوه بيه، لها هوريزونتال بليت في اخر البلد. فانا لو قلبت الصوره انا هوريكم دلوقتي صوره من تحت للحته دي، بس دلوقتي باين ان هو ده الفلور. شوف بقى الصوره اللي جايه طلع مين اللي عامل ارضيه الانف في الثلاث ارباع اللي قدام بلاتاين بروسس بتاع ماكسيلا، في الربع الاخير هوريزونتال بليت بتاع بلاتاين بون. نفس الكلام ده البلاتاين بروس بتاع الماكسيلا وده الهوريزونتال بليت عظمه لها حته واقفه فوق وحته نايمه هنا، اللي نايم ده الهوريزونتال بليت بتاع البلاتاين بون. طبعا في الارضيه في الخروم، الكتاب ذكر الاولاني ونسي الثاني، مين الخروم اللي في الفلور؟ شايفين الخرومين الصغيرين دول؟ كل واحده اسمها انسايسيف كانال، انما الحفره على بعضها اسمها انسايسيف فوسه. جوه الانسايسيف فوسه خرومين كبار، واحد يمين واحد شمال، اسمهم الانسايسيف كانالز، دول موصلين النيزل كافيتي بالاورال كافيتي. فاضل بقى الكتاب نسيها في اخر
الانسايسف تبعه قد ايه عن بدايه الفلور؟ الانسايسف تبعه 2 سنتي عن الانتيريور مارجن اوف ذا فلور. يعني من اول ما يبدا الفلور قدام ارجع وراه 20 مللي هتلاقي الفلور بتاعك الانسايسف كام. باينه في الصوره اللي فاتت صح؟ ادي الانسايسف كان اهي 2 سنتي ورا بدايه الفلور. الفلور بدايته هنا وبدايته هنا. 2 سنتي من الانتيريور اند اوف ذا فلور موجوده الانسايسف كانالز، واحده يمين واحده شمال. كده حتى عنده مشاكل في السقف الارضيه بتاعت النوز. الميديال وول بتاعت النوز اللي اسمها ليزر سيكتا، ده هنا شفت الميوكوزا الحمراء عشان يبان العظم اللي تحتها. طبعا الميديال وول بتاعت النوز اللي هي ليزر سيكتا فيرتيكال فلات، بس عند 99% من الناس ديفييتد تو وان سايد. يعني كل الناس عندها حاجه اسمها ديفييتد نيزل سيكتا، يا لليمين يا للشمال. تمام؟ عشان كده بيبقى التنفس احسن من ناحيه والمجزله للساينس اكتر في ناحيه عن ناحيه زي ما انت عارفه في المجزله للساينس ان شاء الله. مطلوب بس مين العظم اللي عامل الحاجز الانفي؟ اوله مش عظم، اوله كارتريج اسمه سيكتال كارتريج، غضروف الحاجز سيكتال كارتريج، يبقى اللي عامل الحاجز الانفي من الامام غضروف اسمه سيكتال كارتريج. طب من الخلف؟ فوق عظمه وتحت عظمه وفي الاخر عظمه. مش كلكم عارفين ان الغربال ده اسمه كريبريفورم بليت وكسمويد؟ الكريبريفورم بليت ماشي بالعرض، انما تحت حاجه واقفه في النص بالطول يقولوا عليه ايه؟ بيربنديكولار بليت اوف كسمويد. يعني الكريبريفورم بليت ده الحته افقيه بينزل تحت في النص حاجه ثانيه راسيه اسمها بيربنديكولار بليت اوف كسمويد. ده بيقفل الحاجز الانفي من ورا فوق. طب مين قافل من ورا تحت؟ العظمه دي اللي انت بتشوفها في المنظومه ورا فصل الفكتين الانفيتين الخلفيتين. فو مرض. العظمه المحراتيه فو مرض. تشبه المحرات اللي كانوا بيجربوا بيه الارض ده في الزراعه. طيب سموها فو مرض. فاضل لكم حته صغيره خالص دي. مش دي عظمه سفينويد؟ سفينويد قدامها منقار صغير ضعيف خالص كده ده اهو. يقولوا عليه روسترام اوف سفينويد. حته صغيره خالص دي روسترام اوف سفينويد. هوريك بعض في الصوره اللي جايه. شايف؟ البروزه دي اخر الحاجز الانفي البروزه دي روسترام اوف سفينويد اوله من تحت اهو. يعني انت لما تركب الحاجز الانفي في الصوره هنا يتقسم دول فكتين، يبقى الروسترام ده بدايه الحاجز الانفي من فوق من ورا. يبقى مين العظم اللي شارك في عمل الحاجز الانفي؟ الاول مفيش عظم في البدايه سيبتال كارتج وراه في ثلاث عظمات. واحدة فوق واحدة تحت واحدة ورا. اللي فوق بيربنديكولار بليت بتاع السمول، واللي تحت بومر، واللي في الآخر منقار سفينويد، روسترام يعني منقار بيك. روسترام أوف سفينويد الموست بوستيريور بارت أوف ذا ليزر سيف. هنبدأ في اللاترال بول ونكملها بقى في المرة اللي جاية. هو كتب عندكم في كتاب إن اللاترال بول فلات، هي لا فلات ولا حاجة بس كمان فلات خالص، كلها متعرجة وميتة كمان، سلوبينج بالشكل ده وكلها تجاعيد. يعني طنش الكلمتين الفرقين دول. احنا عايزين على طول مين اللي عامل اللاترال بول اوف ذا نوز؟ مين العظم اللي مشارك في اللاترال بول اوف ذا نوز؟ وبعد كده ايه الفيتشرز اللي فين؟ برضه معلش هما في الكتاب عندكم مش منظمين العظم. انت براحتك يا تعدهم من قدام لورا يا تعدهم من ورا لقدام. هو عندكم بادئ من النص وجاي شويه ورا شويه قدام يعني ترتبوهم بقى. انا هعد من قدام لورا. اول عظم في اللاترال بول النيزل بوم. طبعا بعد كده في كارت مالكش دعوه بيها بعيد. ايه العظم اللي عامل اللاترال بول؟ اولها نيزل بوم. ادي اول واحده. جنبها واحده مش باينه في الصوره دي بس اهي في الصوره الثانيه. شايف؟ انتوا واخدين بالكم ده اوربت ولا لا؟ يبقى ده النيزل كارت صح؟ طب ليه اللاترال بول بتاع النوز؟ يعني انا حاطط ايدي على الحته دي. اللاترال بول اوف ذا نوز هتبقى العظمه اللي بينام فيها اللاكريمال سال. ها؟ لاكريمال بون. دي داخله في اللاترال بول اوف ذا نوز لاكريمال بون. طب بالمناسبه بقى يا شباب مش البنفسجيه دي مجزله ودي زي بومه؟ مجزله مش بتبعت بروسس الفرونتال بون فوق؟ فرونتال بروسس اوف مجزله قبله على طول النيزل بون. يعني انا بعد من قدام لورا نيزل بون رقم واحد. انا بعد الحاجات اللي في اللاترال بول اوف ذا نوز نيزل بون رقم واحد. فرونتال بروسس اوف ماكسيلا رقم 2، لاكريمال بون اللي شايل اللاكريمال ساك رقم 3 من قدام لورا. هو عندكم هنا باين ايه؟ في الصوره دي باين اثنين منهم بس،
ماكسيلا ميديال ولا لاترال؟ يعني اذا كنت ناحيه النيزل كافيتي يبقى ميديال ولا لاترال في ماكسيلا؟ ماكسيلا اهي لها وول هنا وول هنا. ميديال وول او ميديال سيرفيس اوف ماكسيلا، وبيبقى فيه خرم دخلت على السايتس اسمه اوبننج اوف ماكسيلاري سايتس. الجزء ده هنشوفه المره اللي جايه. هنا احنا عايزين نعد بس بدون وصف، يعني قول لي بس من قدام لورا اسامي العظم كذا بس. وراهم على طول في واحده خضراء واحده زرقاء. ده مين الخضراء دي يا شباب؟ اسمويد. احنا ساعات بنقول اسمويد لابيرنتس، هي اسمها كده. عايز تقول اسمويد وتسكت براحتك، عايز تقول اسمويد لابيرنتس براحتك، هي اسمها كده. اسمويد او اسمويد لابيرنتس. برضه ده انهي وول في الاسمويد؟ ميديا ولا لاترال؟ ميديا اللاترال في الاورجن. اللاترال اهي يا شباب، اللاترال في الاوربت اهي. انما الميديا اللي هو ده دي. يعني عظمه الاسمويد دي مستطيله، لها سطح على الاوربت ولها سطح على الميزا الكافي، على الميزا الكافي دي الميديا. يعني هتقول لي ده ميديا وول او ميديا سيرفس في ماكسيلا وميديا سيرفس في اسمويد لاترنس. وراهم على طول تفتكروا مين الزرقاء دي بقى اللي في اخر البلد؟ بيربنديكولار بليت اوف بلاتاين بول. وراها على طول ميديال تريكويد بليت اللي في التريكويد انجلس هنا. يبقى انت لما تعد العظم من قدام لورا هيطلعوا مين؟ نيزل وجنبها واحده مش باينه اللاكريما والفرونتال بروس بتاع المكزيلا، وبعد كده ميديال سيرفس في المكزيلا وميديال سيرفس في اسمويد لابيرنس بيربنديكولار بليت بلاتاين بول ميديال تريكويد بليت الموست بوستيري. بس وانت عامل البربنديكولار بليت البارادايم تكون لازم تذكر الفتحه دي. فتحه ما بين سفينويد وبلاتاين فور، سفينو بلاتاين فورم. هم سموها كده لانها بين الميديا تريجويد بليت بتاع السفينويد والبربنديكولار بليت بتاع البلاتاين، سفينو بلاتاين فورم. خدوا بالكم لو في حاجه بره الفورم دي ودخلت تبقى دخلت النيزل كافيتي. يعني انت عشان تدخل النيزل كافيتي مدخلك الرئيسي سفينو بلاتاين فورامين، دي أكثر فتحة تدخل على النيزل كافي. سفينو بلاتاين فورامين. إيه أكثر حاجة واضحة في اللاترال وول الدانوس؟ هبدأها بقى ونكملها المرة اللي جاية. في ثلاث رفوف عظمية داخل النيزل كافي. الأول هو كاتب عندكم أظن في الكتاب أجزاء اللاترال وول بتاعت النيزل كافي، البارس بتوع اللاترال وول. أنا كنت جاي في حاجة ثانية يا شباب، شايفين؟ ادي النيزل فوق وده الفرونتال بروس ماكسيلا ودي اللاترال اهو، دي بدايه اللاترال مور ذا نوز. بدايه اللاترال مور ذا نوز نيزل فوق فرونتال بروس ماكسيلا واللي كان فيها لاكري ماكسيلا دي لاكري ماكسيلا. انا جايب لكم دي برضه عشان اللي مش فاهم الاسمويد قبل كده يشوفها دلوقتي، احنا ممكن نكتب دي وخلاص. بصوا بقى العظم الصفراء اللي فوق المناخير على طول ديت اللي متقربه زي الغربال دي كريبري فورم بليت اوف اثمويد. الناس عارفه انا جايب ايه الاول؟ دي فرونتال بون عامله سقف الغرفه اليمين والشمال وماسك فيها اثمويد الصفرا دي في النص. عظم الاثمويد دي في النص يا اولاد، اثمويد في النص. خدوا بالكم لان انا هطلع لكم الاثمويد دي بره واقسمها ثلاث حتت كمان شويه. اللي انت شايفينها فوق الليزر كافيتي مباشره اثمويد الغرفانيه المتخرمه. دي العظمه اللي بيفرمها العصب الشمي عشان يدخل للمخ. دي العظمه اللي زمان خالص كانوا يستغربوا الفراعنه بيطلعوا البرين ويحطوه في كانوب لوحده ازاي من غير ما يفتح الجمجمه. يعني لو المومية محفوظه وما فيهاش برين، البرين محطوط في وعاء كانوبي بره لوحده مرمر كده. طلعوا البرين ازاي من غير ما يفتحوا الجمجمه؟ كانوا بيدخلوا بمقصات صغيره وهوكس يكسروا الكريبري فورم بليت اسمه اليمين والشمال. ويقطع الفرونتال لوب ويسحبه حته حته، ويقطع البرايتر ويسحبه حته حته، وتفضل الجمجمه من غير برين، البرين لوحده بيتقطع في كانو لوحده والجمجمه مقفوله. هم كانوا بيدخلوا من الكريبري فورم بليت عشان فاهمين ان هو المدخل والمخرج من الانف الى كرينيال كاب، فوقه على طول موجود الكرينيال كاب. حته من الصفحه دي هوريزونتال اليمين والشمال دول بيربنديكولار، شايفين؟ قال الكريبري فورم بليت اهو وعلى يمينه حاجه بالطول وحاجه بالطول ونازل منه حاجه. ده البربنديكولار بليت بتاع الاسمويد اللي داخل الحاجز الانفي. البربنديكولار بليت الاسمويد اللي مشارك في الحاجز الانفي او اللي على يمينه وشماله ده اسمه ايه؟ اسمويد لابيرنس. ده وده اسمويد لابيرنس.
واللابيرنس الواحد بيجي دورين. ليه؟ لاترا نور على الاوربت وميديا نور على الليزر كابت. بعد كده واضحه؟ فادي شفتوا معانا النهارده العامل سقف الليزر كابتي كريبتون بليت. حاطط لكم اخر حاجه عشان نقفل بيها الكلام. الثلاث عضلات اللي انت شايفهم مكسيين بالشبكه الخاصه دول اسمهم كونكي جنب كونكا سوبيريور كونكا وميدل كونكا وانفيريور كونكا. كل واحده طلعت ايه؟ لما قطعوه لو كل واحده بليت اوف بوم كيرفت بليت اوف بوم عليه هايلي فاسكولار ميوكاس ميمري. ايه لازمتهم؟ وايه الوظيفه بتاعتهم؟ ومين يتبع الاسمويد ومين يتبع المجزله ومين ما يتبعهاش؟ ده اللي هبدا فيه المره الجايه. يعني احنا بدايتنا المره اللي جايه